أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة سيدنا ومولانا وإمامنا ومقتدانا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مولانا صاحب العصر والزمان بهذه الولادة الميمونة العطرة المباركة، ونسأل الله تعالى بحقه عنده أن يجعلنا وإياكم من السائرين على خطاه، ومن المتبعين آثاره، والمقتدين آثاره بحقهم صلوات الله عليهم، وبحقه بالخصوص باعتباره صاحب هذه المناسبة العظيمة. اللهم آمين رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى قضية الاحتقان بالماء بالنسبة إلى الحقن الطبية. الحقن الطبية التي تكون مائعة، هاي الحقن أو التحميلات التي توضع في دبر المريض، هذه تبطل الصيام عند السيد الشيرازي باعتبارها احتقان بالماء. أما غيرها من الحقن الطبية الغير مائعة مثل الصلبة، التحميلة وغيرها، فهذه لا، الأحوط استحبابا عند السيد الشيرازي أنه واحد يبتعد عنها، يجتنب عنها. أما عند السيد السيستاني الاحتقان بالماء كله الأحوط استحبابا الاجتناب عنه، خلاف السيد الشيرازي أنه باطل. لكن السيد السيستاني شو وقت يقول أنه هذا الحقن الطبية السائلة باطلة؟ إذا وضعت في الدبر وانتشرت إلى الجسم، إذا انتشرت بالجسم وتعمد الفرد وضعها في المكان المخصص، فهذه شنو تبطل الصوم عند السيد السيستاني. لكن إذا كان فقط مجرد وضعها في المكان المخصص، لا، فعنده لا، أنه ما تأثر على الصيام بخلاف السيد الشيرازي. أما بالنسبة إلى بقية الإبر الطبية الدوائية المغذية، زين، أو حتى هذا شنو بالنسبة لهذا الجهاز التنفس مع الربو اللي يضعوف كيفية خاصة ويتنفسون من عنده، بثوا لهم مادة معينة. سيد السيستاني يقول بخصوص هذه المادة، هذه المادة أن شنو لا تصل إلى المرء، وهي المعتاد أنه وين توصل فقط إلى الجهاز التنفسي، المجرى التنفسي، وتفتح المجرى التنفسي. فيقول إذا ما وصلت إلى المرء ماكو إشكال. مرات واحد يشك يقول أنا هسه ما أدري، أنا هاي المادة أتنفسها بس ما أدري تروح للمجرى التنفسي تروح للمرء، ناشر شنو حكمي؟ نقول له ما طول الشك، أنه عادي تقدر أنت تستخدمها للمجرى التنفسي. وسائر الأبر الطبية، الأبر اللي يستخدموها بالنسبة إلى تخدير العضو وغيرها، فهذه كلها ما بها أي إشكال على رأي السيد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا شخص عطش شديد بنهار شهر رمضان، عطش كلش شديد بحيث يكون ضرري مضر عليه وما يقدر يكمل بسبب العطش،
هنا أنا شنو حكمه؟ يقول نقول له هنا أنا حكمك شنو هو؟ انه يجوز لك ان تشرب بمقدار شنو هو الضرورة، وتمسك هذا اليوم تبتعد عن المفطرات طول هذا اليوم وتقضي بعدين. ماذا؟ تشرب بمقدار الضرورة ويبطل صومك على الأحوط وجوبا عند السيد الشيرازي، انه يبطل صومك وتقضي بعدين زين. وماذا؟ تمسك طوال اليوم ما تاكل وما شو اسمه ما تسوي بقية المفطرات، تشرب بمقدار الضرورة ويبطل صومك على الأحوط وجوبا عند السيد الشيرازي، وبعد شنو تقضي هذا اليوم بعدين، وتمسك طوال هذا اليوم عن بقية المفطرات. أما عند السيد السيستاني يقول لا، صحيح يشرب بمقدار الضرورة، بس هذا الشرب بمقدار الضرورة والإمساك طول النهار هذا عندي يجب، مو يجب على الأحواض. ووضحنا سابقا شنو الفرق بين هذه المصطلحات لمن أراد الرجوع لها في بداية الدروس. يقول أنا عندي يجب زين، شنو يشرب بمقدار الضرورة ويمسك طول النهار، عندي هذا كله على نحو اليجب، مو يجب الاحتياطي كما يقول به السيد الشيرازي زين، وبعد شنو هو يقضي بعدين. بس الخباز باعتباره عمله جدا شاق، وإذا كانت الحرارة قوية وما يقدر يسيطر، هنا السيد يقول اليجب عندي يصير على نحو الاحتياط، الإيجاب عندي يصير على نحو الاحتياط. فبس الخباز إنه ماذا يشرب ماء بمقدار الضرورة على الأحوط وجوبا ويمسك طول النهار ويقضي بعدين هذا اليوم، فيصير الإيجاب على نحو شنو على نحو الاحتياط فقط، شرب بمقدار الضرورة والإمساك طول هذا النهار، إمساك طول هذا النهار على نحو الاحتياط والوجوب بس للخباز على رأي السيد السيستاني. هذه المسألة الثانية همين خلصت. المسألة الأخيرة وهي المسألة الثالثة، المسألة الثالثة بالنسبة إلى النخامة. النخامة هي هاي الأخلاط أو المخاط التي تخرج من أين؟ من الصدر، تخرج من الصدر أو من الرأس، تجتمع أين؟ تارة تكون هذه الأخلاط تصير وين؟ مو في جوف الفم أو في فضاء الفم. فضاء الفم هو هذا التجويف الفمي اللي يشمل شنو اللسان والأسنان، هاي المساحة، هاي المساحة التجويفية، هذا يسمى فضاء الفم. يقولون الفقهاء انه اذا وصلت هاي الاخلاط الى فضاء الفم فعند السيد الشيرازي انه الاحوط وجوبا ان لا يبتلعها، لا يبتلعها، الاحوط وجوبا لا يبتلعها، اذا ابتلعها يبطل صومه عند السيد الشيرازي. إذا وصلت إلى فضاء الفم كون إذبها ويتخلص من عدها. أما عند السيد السيستاني يقول لا، حتى إذا وصلت إلى فضاء الفم فأنا ما عندي إشكال، لكن احتياط استحبابي. إيه احتياط استحبابي، إنه شنو هو يتخلص من عدها ويرميها للخارج وما يبتلعها، وما يبتلعها على رأي السيد السيستاني. بس الأحوط استحبابا عند إنه ماذا؟ إنه يرميها إلى الخارج. وللمسائل بقية تأتي إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وعلى الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.